الآن جاء موعدنا مع آخر أخبار الطقس. مصطفى نزار من جديد. مصطفى من جديد، شكرا محمد وشكرا أذى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض في أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، يكون فيها الجو مائل للحرارة. في الأسكندرية 21-13 الجو معتدل، في مطروح 19-12 يكون الجو فيها مائل للبرودة، في بورسعيد 27-13 ويكون الجو فيها معتدل، في الإسماعيلية 28-14 مائل للحرارة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 28 والصغرى 14 درجة، الجو فيها مائل للحرارة. في العريش 26-13 معتدل، في طابة 28-15 مائل للحرارة. في شرم الشيخ 29-16 وفي الغردقة 28-16. أما عن محافظة أسوان الأقصر فدرجة الحرارة هناك 30 درجة والصغرى 14 درجة، الجو فيها حار. في أسوان 31-14 الجو حار، في الوادي الجديد 31-12 الجو حار، في شلاتين 30-14 وفيها الجو حار، وأخيرا في حلايب 27-15 الجو فيها حار. والآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.